Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang membuat hidup kita makin diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang kita baca ini menjadi apa namanya? Menjadi daya dorong kita di akhir. Amin. Daya dorong kita di kuburan. Amin. Daya dorong kita di dunia. Pertama di dunia kita selalu dimudahkan oleh Allah. Amin. Walaupun Allah mengambil menutup usia kita, ya Allah berikan usia ini menjadi husnul khatimah. Amin. Dan ya kalaupun diambil, ya ambillah dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Mari kita berdoa. Mudah-mudahan Allah mengabulkan apa yang menjadi hajat kita semua. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Haja Yeni yang menyediakan makanan untuk khotbil Quran. Subhanallah. Saya sudah berdoa khusus sana dan semuanya yang menyempatkan waktu di sini ya, dan membantu pondok pesantren yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. 4 bulan sekali kita khotbil Quran. 4 bulan sekali kita khotbil Quran. Apa namanya? Dibacakan oleh saya di sini. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang membuat hidup kita makin diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kulluhuma jama'ini al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana ya rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wahdini wahdina waffiqna ya allah ila alhaqqi wa ila tariqil mustaqim bi barakati khatmil qur'an al-'azim wa bi hurmati habibika wa rasulika al-karim wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahim واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم يا الله زينا بزينة ختم القرآن وأكرمنا يا الله بكرامة ختم القرآن وأكرمنا يا الله بكرامة ختم القرآن وأكرمنا يا الله بكرامة ختم وشرفنا يا الله بشرافة ختم القرآن وألبسنا يا الله بخلعة ختم القرآن وأدخلنا الجنة يا الله مع القرآن وعافنا يا الله من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن وارحم جميع أمة محمد بحرمة ختم القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا يا رب اللهم يا الله اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك يا الله وكرمك يا الله يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا يا الله بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين الطيبين الطاهرين اللهم انصرنا يا الله سلطاننا سلطان المسلمين اللهم انصر سلطاننا يا الله سلطان المسلمين وانصر يا الله وزراءه يا الله ووكلاءه يا الله وعساكره يا الله إلى يوم الدين واكتب السلامة والعافية علينا وعلى الحجاج والعزاة والمسافرين يا الله والمقيمين يا الله في برك وبحكمك من أمة محمد عليهم أجمعين اللهم بلغ ثواب ما قرأناه يا الله نورا ما تلوناه لنور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولأرواح أولاده وأزواجه وأصحابه ورضوان الله تعالى عليهم أجمعين ولأرواح آبائنا يا الله وأمهاتنا يا الله وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا يا الله وأجدادنا وأقربائنا يا الله ومشايخنا يا الله لمن له حق علينا ولأرواح جميعنا والمسلمين والمسلمات على حكمهم الأموى برحمتك يا أرحم الراحمين جزا الله عنا محمد صلى
sallallahu alaihi wasallam wa alihi. Subhanallahi rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. وإلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وحنين الشديد والمحضر وابناتنا والفعل رضي الله عنه الشاشم والشهد يزمين يبنى يحب جاشم إذن ألم يالي معصوم صلى الله وحي برات الرحمة سنة عمبل وعلى علي وأزباجي وضريتي وفرعي ورسولي وغن الشاب الخاطر جيلاني رضي الله عنه كي عثمان كي أصراري كي هاجي مؤمن بحمزة بحاجي حمد كادو بابا جولي كي هاجي عبد الرحمن وحيد كي هاجي صلاح ولين وحيد كي هاجي ما ينزل فلي الله وخصوصا يا الله وخصوصا يا الله من على العلم وعلى خير يا الله 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 كلهم اجمعين يا الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم بارك لنا في أمورنا ورزقنا وأهلنا وأولادنا وأزواجنا كما باركت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في أمورنا ورزقنا وأهلنا يا الله ampuni dosa kami ya Allah dosa kedua orang tua kami ya Allah ampuni seluruh dosanya ya Allah terimalah amal kami ya Allah ya Rahman ya berikan kami kekuatan ya Allah untuk selalu baca Al-Qur'an setiap hari ya Allah dengan kekuatan itu ya Allah mudahkanlah semua urusan kami ya Allah urusan keluarga kami urusan semua seperti kau mudahkan urusan para nabi dan rasul-rasul ya Allah berikan kami petunjuk dan hidayah-Mu ya Allah ke jalan berita-Mu ya Allah tuntunlah anak-anak kami keluarga kami semua ya Allah seperti kau menuntun keluarga Nabi Allah Ibrahim Ismail dan semua ya Allah nawwir qulubana ya Allah ya nawwir qulubana ya Allah ya nawwir qulubana ya Allah bi hurmati qira'atil Qur'an istiqama fiha Allahumma taqabbal minna ya Rabbana sallallahu alaihi wa sallam wa alaihi wa sallam Allahumma ij'al hajjana hajjan mabrura اللهم اجعل حجنا حجا مبرورا اللهم اجعل حجنا حجا مبرورا والشعير المشكور الرضي الموفورا وعلى الصالح المقبول المتجارة المنتبر يا عالم ما في الصدر اخرجنا يا الله اخرجنا يا الله اخرجنا يا الله يا الله اخرجنا يا الله من الظلمات ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخره حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة اللهم صلِّ